أصيب اثنان من العاملين في المركز الإذاعي والتلفزيوني بحمص بجروح جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على المركز الكائن بحي كرم الشامي بحمص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في المبنى أيضا. قذيفة هاون ثانية سقطت في سوق الخضار بحي الخضر وأدت إلى إصابة مواطن، والثالثة سقطت على بناء سكني في محيط كنيسة مارفرام في أول حي العدوية. كذلك استشهد ثلاثة مواطنين جراء سقوط قذيفة هاون على مدرسة ميسلون بحي الدبلان. كعادتهم المشؤومة، قذائف حقدهم وغلهم وغيظهم تنهال على المدنيين كلما تقدم حماة الديار في تطهير المناطق التي دنسها الإرهاب. حمص حي الخضر، المركز الإذاعي والتلفزيوني، حي عكرمة، العدوية، حي الدبلان ومناطق أخرى كانت هدف قذائف الإرهابيين. الإرهابيون استهدفوا بقذيفة هاون الأسر المهجرة المقيمة في مدرسة ميسلون بحي الدبلان، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، حيث تم نقلهم إلى المشافي في المدينة. كما أدى هذا الاعتداء الإرهابي إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في مبنى المدرسة. مثل العادي توجهت مكان عملي بالمركز الإذاعي والتلفزيوني وما بعرف شو صار، ما لقيت حالي غير المشفى. أي ساعة الحكي؟ 9:30 الصبح. سمعنا صوت انفجارات، فقنا على صوت الانفجارات، بيت جيراننا رايح، وهاي هون لك شوفي مثل ما انك شايفة يعني العالم مانا هون، وبيوت احترقت وتحت وفوق كله رايح، الحارة نصها. الله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم. احنا كنا نايمين ما سمعت الا صوت قوي، وطلع شيء يعني من الغبار ودخان وقلب الغرفة جوا بغرفة النوم بالبيت. هذا هيك، هاي هيك بدهم، هيك بدهم يشتغلوا، هاي هاي الحرية اللي بدهم اياها. قاعدين هون على البلكون ما شفنا الا صاروخ نزل، نزل فوق غرفة النوم فوق الاغراض كلياتنا، وتكسرت هالشبابيك واحترق البيت اللي فوقنا، وليك الدخلة لهلا لساتها. ومثل ما شايفي يعني شو بدنا نساوي بقى؟ هيك الحرية عندهم؟ الله لا يعطيهم عافية. بدهم خراب ودمر وبس، ما بدهم شيء. الأضرار المادية كبيرة، وخاصة ما لحق بالمركز الإذاعي والتلفزيوني ومنازل المواطنين، والصورة أبلغ من أي كلام عن مدى حقد هؤلاء. السوريون دائما يقولون مهما بلغ حقدكم يا طيور الظلام لن تثنوا العزيمة، وسنبقى أبدا صامدين.